يعني من ضمن اهتمام حضرتك بالإعلام يعني والإنتاج السينمائي، كان ليك تعليق على فيلم السرب اللي تناول استشهاد عدد من الإخوة الأقباط في ليبيا، وإزاي مصر وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقتها رجع حقنا في يعني ما انتظرش في وقتها رجع الحق. كان يوم الحقيقة يوم جميل قوي، يوم 15 فبراير سنة 15. اليوم ده اللي جت أخبار استشهاد أبنائنا في ليبيا، طبعا مصريين وأقباط، واستشهدوا على خلفيتهم الوطنية وخلفيتهم الدينية. واتعرض فيديو لكل العالم، وكان منظر مؤلم للغاية، ومنظر يعبر عن مدى العنف اللي موجود والعنف والإرهاب طبعا. وفي نفس الوقت كان موقف جديد لنا لأنه تم خارج أرض مصر. تاني يوم فوجئت بأن الرئاسة، رئاسة الجمهورية، السيد الرئيس جاي عزينا، فأنا عارف أنه جاي عزينا شيء طبيعي، عندنا مصاب وزي ما بنعمل كلنا كمصريين. لكن الحقيقة هو قال عبارة جميلة وأنا فاكرها تماما، قال أنا مرضتش أجي عزي إلا ما خدنا طارنا، طار ولادنا. فالعبارة دي كانت مؤثرة قوي، كناش نعرف تفاصيل. الفيلم بقى كشف هذه التفاصيل، فيلم السرب، وبيسجل صفحة مهمة جدا في تاريخ مصر. ويعني أنا بشكر القوات المسلحة اللي اهتمت بأن يتقدم فيلم بالصورة دهية، ويسجل بطولة شباب مصري وبطولة قوات مصرية في نفس الوقت. وده حاجة جميلة جدا وهتحكي بها الأجيال فيما بعد.